بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم ما هو جلد الماعز وفوائده. هنوري لكم بالفعل ده منظر الغنم أو الماعز زي ما شايفين. مسكنا الغنم مثلا زي كده أهو، ده جلد الماعز زي ما شايفين حضراتكم. ده جلد الماعز أهو، ده الجلد بتاعها. طبعا ليه عدة فوائد كثيرة جدا وعظيمة، تمام؟ ليه عدة فوائد كثيرة وعظيمة. يستخدموه طبعا في الطبلة، الطبلة أيوة الطبلة اللي بتطبل عليها، بيستعملوه في اللبس أو الملابس يعني، وحاجات كثيرة جدا. ودي بعض الحاجات اللي ذكرتها الذي بيستعملوها وبس كده. هنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.